نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية في مركزي كفر الزيات والمحلة الكبرى قافلتين طبيتين لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 2367 من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان. كما قامت القافلتان بتحويل 153 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 8210 رؤوس ماشية وطيور وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة. كما شهدت القافلتان إجراء اختبارات محو الأمية ل 184 مواطنا وزراعة 100 شجرة مثمرة.